إذن عن أوضاع العراقيين في شهر رمضان في ظل غلاء السلع الأساسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. يعني بحسب الصحافة العربية فإن فرحة العراقيين بشهر رمضان وصفتها بأنها منقوصة، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية. أنتم هناك في بغداد، كيف تبدو أسعار السلع الأساسية في العراق؟ نعم، بالفعل أسعار السلع الأساسية من المواد الغذائية وكذلك سعر كيلو لحم الخروف بالإضافة إلى أسعار الدجاج المحلي والمستورد بالإضافة إلى أسعار العناصر الغذائية الأخرى من الخضروات وغيرها، هذا العام تشهد ارتفاع ملحوظ في أسعارها، وشاهدنا كيف أن إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية قبل رمضان في هذا العام كان قد تأثر بشكل كبير بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وتذبذب العملة العراقية بين يوم وآخر، والارتفاع الكبير الذي أدى إلى في سعر صرف الدولار أدى إلى بالنتيجة أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج. إذا ما علمنا أن 90% من البضائع الموجودة في السوق العراقية اليوم هي بضائع مستوردة بالدولار الأمريكي، بالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار الدولار الأمريكي يؤدي إلى ارتفاع هذه السلع الأساسية، وبالتالي المعاناة تقع على كاهل المواطن العراقي. ولكن أستاذ أحمد، لو أخذنا تصريح لوزير العمل في حكومة السوداني حيث قال بأن يد الحكومة ستصل لكل فقير في العراق، إذا كانت الحكومة صرحت بأنها لن تترك فقيرا على أرض العراق، لماذا هذه الشكوى من العراقيين التي رصدتها بشكل واضح الصحافة العربية؟ أخي الكريم، الذي يعيش في العراق يعلم بأن نسبة الفقر في العراق قد ارتفعت إلى أكثر من 60% خلال السنوات الأخيرة الماضية. نعم. وزارة العمل وغيرها من الجهود الحكومية الخجولة وغير الدقيقة لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع العراقي. هنالك شبهات فساد كبيرة تحوم حول أسلوب وزارة العمل وأسلوب ما يسمى برواتب الرعاية الاجتماعية. هذه الرواتب كان من المفترض أنها تذهب لجيوب المحتاجين وجيوب العوائل الفقيرة من الأيتام والمغيبين وغيرهم، إلا أن الواقع يقول بأن هذه الرواتب جزء كبير منها يذهب إلى جيوب أناس غير مستحقين لها، أناس يمتلكون أكثر من راتب واحد في ذات الوقت. بالتالي هذه الجهود الحكومية لا تحل هذه المشكلة، والمشكلة في تفاقم مستمر يوم بعد آخر. أستاذ أحمد، إذا كانت الحكومة تسعى لدعم الفقراء خاصة وتدعم العراقيين بشكل عام، هل رصدتم خططا أو مشاريع واضحة لهذا الدعم أستاذ أحمد؟ مؤخرا أعلنت وزارة التجارة في حكومة السوداني أنها قامت بإطلاق ما يسمى بالسلة الغذائية المدعومة، كما أنها افتتحت مؤخرا مراكز لبيع مواد غذائية مدعومة من قبل الحكومة العراقية، إلا أنه في الحقيقة يعني هذه المعالجات وهذه الحلول حلول غير كافية، لأن المشكلة كبيرة. فماذا ينفع عندما تفتتح مركز أو مركزين في أسواق بغداد وفي محافظة أو محافظتين، بينما لديك محافظات كبيرة محرومة من هذه من هذا الدعم ومحرومة من هذه الخدمات؟ نعم. والأسعار في تزايد، والعوائل الفقيرة والمتعففة غير قادرة على تأمين وجبة الإفطار لها خلال هذا الشهر الفضيل. أستاذ أحمد، في العنوان العريض لهذه المداخلة، طبعا تعرفون أن من أبسط مفاهيم العدالة هي توزيع الثروة على المحافظات، ولكن من وجهة نظركم
لماذا نرى محافظات تعاني الفقر ومحافظات من المفترض أنها تمتلك النفط تعيش على الكفاف رغم أنها غنية بالنفط؟ ما سبب في ذلك أستاذ أحمد؟ السبب الأول هو سوء التخطيط في الحكومات العراقية المتعاقبة على سدة الحكم وغياب الخطط الكفيلة بمعالجة هذه المسألة وتوزيع الثروات التي أنعم الله بها على العراق بشكل متساوي على العراقيين. فبدل أن تذهب أموال النفط الطائلة لدعم السلة الغذائية وتوفير الحياة الكريمة للعوائل الفقيرة والمتعففة، نرى أن هذه الأموال أصبحت تذهب لجيوب أحزاب ولجيوب جماعات وميليشيات مسلحة، كل همها الآن هو السيطرة والاستحواذ على السلطة. إذن السبب الأول كما أسلفت هو سوء تخطيط وغياب الخطط الحكومية التي تعالج هذه المشكلة وتستفيد من الثروات التي توجد في العراق من عائدات النفط وغيرها من الزراعة ودعم المشاريع الخاصة والمختلطة وإعادة إحياء الصناعة العراقية التي ستكون حلا كفيلا بمعالجة مسألة الفقر في العراق. أستاذ أحمد، غياب الخطط الحكومية، أستعير منكم هذه العبارة، العدالة الاجتماعية التي يتشدق بها قادة العملية السياسية والشركاء في هذا المفصل، كيف يمكن فهمها مع التظاهرات التي تخرج يوميا ومنذ عدة سنوات تطالب بالخدمات أو بفرص عمل؟ لا توجد عدالة اجتماعية في العراق. لو كانت هنالك عدالة اجتماعية في العراق لتم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين الذين وعلى مدى الأربع سنوات الماضية وفي كل تظاهرة تخرج هذه التظاهرات وترفع شعارات المطالبة بالإصلاح والمطالبة بالخدمات والمطالبة بإصلاح منظومة الكهرباء على أقل تقدير. إلا أن العدالة الاجتماعية التي تتشدق بها الحكومات الحالية والحكومات السابقة كانت مجرد شعارات تطلق خلال فترات الانتخابات من أجل كسب أكبر قدر ممكن من الأصوات، واليوم يعني يصطدم الشعب العراقي بحكومة تحاول أن يعني تضع لها قانون انتخابات يضمن لها الفوز في الحكومات القادمة، بغض النظر عن وضع خطط كفيلة بمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلاد. كما أن الخطوات الأخيرة التي أطلقتها حكومة السوداني من تعيين أكثر من 50,000 درجة وظيفية وتعيين العقود وغيرها، في الحقيقة هي يعني خطوات هدفها شراء وضمان إسكات الشارع العراقي الغاضب على الحكومات السابقة والحالية. إذن لا توجد خطط ولا توجد عدالة اجتماعية، ولأن الهم الأول والأخير للحكومات الحالية والسابقة هو ضمان البقاء في السلطة. الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.